اهلا بكم مع مهند من بن حموده للسيارات من شيفروليه 050-516-3525. اليوم حنكلمكم عن السيلفرادو والتريل بوس ال 22 بالجير الجديد ال 10 غيار اوتوماتيك. يلا بينا نشوفها من الداخل. زي ما احنا شايفين التريل بوس طبعا احنا معانا المفتاح بتاعها اهو، انتوا عارفينه وشايفينه من قبل، التشغيل عن بعد، فتح الدبه الخلفيه بالريموت، وطبعا اللوك زي ما احنا شايفين. التريل بوس 22 هي الشكل الحالي، بس الاضافه اللي تمت عليها عندنا حاليا الجير اللي هو ال 10 غيار اوتوماتيك. احنا عارفين طبعا الحساسات الاماميه والاضاءه ال LED الكامله، الهوكات الحمر، الرنجات السود، طواير النص حجريه Z71 الاوف رود، الاضاءه ال LED على المرايات، النقاط العمياء على المرايات، دخول ذكي على الابواب، السسبنشن طبعا بيجي من رانشو تريل بوس عليها. هنا الباب الخلفي قطعتين، اي قطعه، قطعه ثانيه كمان تفتح تدينا الدرج او السلم الخلفي عشان سهوله الدخول والخروج. هنا استهلاك البترول، اللتر الواحد يمشي تقريبا في حدود ال 10 كيلو. السيارة اللي قدامنا حاليا هي بي اتش اديشن، نسخة خاصة من بن حمودة للسيارات. طبعا ال 4x4 كامل. السكان أو الستيرنج، العداد الديجيتال، الجير العلاقي العلاجي، بوش ستارت، شحن سلك للتليفون، ابل كار بلاي، اندرويد اوتو، كاميرتين خلفيتين، والواي فاي والاون ستار. خدمه الاون ستار طبعا احنا عارفين هي السياره متوصله بالاقمار الصناعيه، خدمه 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع في الدوله كلها. كول سنتر بيساعدك بكل الطلبات اللي انت بتحتاجها منهم، من نافيجيشن، من معرفه عمر البطارية، ضغط الإطارات، حتى كمية البترول، الرينج اللي السيارة بتمشيه، مواعيد السيرفيس، كل الكلام ده بتقدر تحصله على خدمة الأون ستار. هنشوف دلوقتي الجير عشان هو ده أهم حاجة عندنا في ال 22. يلا بينا. بسم الله. نجيب الجير على الأل. تمام، وهنغير من هنا. عندك هنا L1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ده موجود على التريل بوس من بن حموده للسيارات فئة البي اتش اديشن، الجير ال 10 غيار على الكابينة الواحدة من التريل بوس بالكراسي بتاعتنا طبعا انتوا عارفينها. ده شكل السيتات. في انتظار اتصالاتكم على مهند من بن حمودة للسيارات 050-516-3525، وأهلا بكم.